تايبس اوف فيول، بنكمل بقى تايبس اوف فيول. احنا خدنا رينابل ونان رينابل، متجدد وغير متجدد. بس في حاجة تانية لك، ده في بقى عندي بايو فيول. بايو فيول اللي هو الوقود الحيوي اللي مستخرج من النباتات بايو، وفي فوسيل فيول. فوسيل فيول يبقى بايو فيول وفوسيل ايه فيول. البايو فيول اهو مستخرج من الحاجات البايو، بيولوجية نباتات. والفوسيل فيول زي الكول، اويل، ناتشورال جاز. يبقى ده البايو فيول. تعال ناخد نمبر 1 بايو فيول. البايو فيول لك it is a fuel that is produced from living organism. Produced from living organism such as plants. Such as plants من النباتات. وإيه كمان؟ البايو فيول is renewable. لأن النبات مش مات يتقطع يموت يجيبوا نبات جديد، يبقى ماله هنا renewable. يبقى البايو فيول renewable، متجدد energy resource. It is renewed as plants grow. يعني كل ما البلانت جرو ينمو كل ما يتجدد الايه؟ البايو فيول. يبقى رينابل. It is renewed as plants grow. The primary source is the sun. البرايمري سورس انرجي، برايمري سورس طبعا الصن، هي العنصر الاساسي في البايو ايه؟ البايو فيول. اكزامبلز، اكزامبلز امثله على الكلام ده. وود the oldest fuel that is still used all the world. الوود هي oldest fuel، هو أقدم وقود بس لسه still used all the world، بيستخدم في كل أنحاء حتى الآن. دي الوود. كمان it is used in warming and cooking. قلنا الكلام ده warming التدفئة، وcooking إيه؟ طهي الطعام والطبخ. شيركول، شيركول اللي هو is made from wood، الفحم اللي مصنوع من الايه؟ مش في فحم بيجي من الارض وفي فحم مصنوع من الوود من الخشب، يبقى اسمه شيركول. Some types of plants such as بعض النباتات زي ايوه grass corn and wood chip. اهي grass حشائش، corn اللي هو الذره، wood chips اللي هي شرائح الوود الخشب والنشارة الخشب. كان بيوز تو ميك ا ليكويد فيول، ممكن اعمل منها ليكويد ايه؟ فيول. كونسرفيشن اوف بايو فيول، المحافظه، كيف نحافظ على الايه؟ الكونسرفيشن اوف بايو فيول، نحافظ عليها. لك اولزو البايو فيول از رينابل، مع انها رينابل متجدده energy resource، ومع ذلك it should be conserved rationalized. rationalized ترشد، نستخدمها بعقل ومعقول، مع انها هي renewable ما فيش مشكلة، ولكن ومع ذلك renewable energy resource it should be conserved او rationalized. rationalized يجب ان ترشد. نتكلم عليه دلوقتي examples of ها البايوفيول. الفوسيل بقى فيول النوع الثاني بقى اللي هو ناتشورال جاز، بتروليوم، كول. It is a fuel that is produced from old living organism, plants or animal. يعني هي produced from old living organism، الكائنات القديمة اللي اندفنت، plants النباتات or animals الايه؟ الحيوانات. That were buried and decomposed، دفنت، decomposed، اتحللت for a long period of time. دي بتبقى تحت الارض وبتتحلل فبتدينا الفوسيل فيول. فوسيل فيول is non-renewable. دي بقى non البايو رينابل، ودي ايه؟ نان رينابل انرجي. الكلمات اللي مكتوبه بالاحمر دي هي بيجي عليها الاسئله، خلي بالنا. انرجي ريسورس، بيكوز وانس ات از كونسيومد، كونسيوم بتستهلك، ات ران اوت، بتنفذ فاستر ذان ات كان بي ايه رينيود، يعني هي بتنفذ قبل ما يعاد تجديدها مره ايه اخرى، بتقعد ملايين السنين على ما تتكون. Its primary source برضو is the sun. يبقى الصن في البايو فيول والفوسيل فيول هو البرايمري سورس اوف ايه؟ انرجي.
ناخد عليها امثله كده اكزامبلز. قال لك اويل اند ناتشرال جاز ار فورمد وين ذا ريماينز اوف مارين اورجانيزم، الكائنات البحريه. كلمه مارين اورجانيزمز، الكائنات البحرية اللي هي سي انيمالز، حيوانات البحر، وير دي كومبوز. لما السي انيمالز او المارين اورجانيز دي كومبوز تتحلل، تمام. وبعدين كول از فورمد وين ذا ريماين اوف بلانتس وير دي كومبوز. خلي بالنا من حاجة، الاويل لما السي انيمالز والمارين اورجانيزمز وير دي كومبوز، اما الكول بقى لما الريماين اوف بلانتس وير ديكومبوز، النباتات لما ايه تتحلل بتدينا الايه الكول. بس كده خلاص خلاص يا سيدي، هنشوف بقى بعض الاسئله البسيطه. يلا كومبليت ذا فولوينج فروم فورمز اوف فيول ذات ار يوزد ان كوكينج فود، في الطبخ هنستخدم ايه؟ ها كول، ناتشرال جاز، وود. يلا حافظ سهل الكلمات، يلا. From forms of fuel that are used in generating electricity، تولد كهرباء، تولد كهرباء، ها. Coal، natural gas، oil. From forms of fuel that used in operating all means of transport، توليد الطاقة، المواصلات يعني، ها. Natural gas وغازولين. وإلى لقاء قادم مع مستر نبيل.